نتعرف عليك أنا ومشاهدينا أكثر. شريفة الطفولة، شريفة الدراسة، خبرينا. والله إحنا صراحة أنا كنت أدرس في مدرسة خاصة هنا في أبوظبي، فبديت مرحلتي بصراحة كنت أحب الدراسة صراحة، يعني كنت من المتفوقين في المدرسة من الصغر، يعني من الكي جي لين ما الحمد لله تخرجت بالتفوق. وبالتالي يعني في هذاك الوقت الفضل لمنو أول شيء؟ رب العالمين أول شيء، وبعدين بعدين البلاد في ثقتهم فيني، وآخر شيء طبعا الأهل أمي وبوي. عقب ما تخرجت من المدرسة قدمت حق طبعا يعني سكولرشيب، ودوني إيرلندا. طبعا عمري 18 سنة، توني 17 يعني توني فرش من المدرسة وتغربت. الله خبرنا وش شعورك؟ كنت خايفة، استوار فيني مواقف كثيرة، ولو مش أمي، قوة أمي وبوي كان أنا ما بقدرت أكمل. بس مع يعني الإصرار ودعم البلاد ودعم السفارة صراحة يعني ما قصروا وياي في الغربة، والحمد لله قدرنا يعني نبني شخصية اللي تقدر يعني تواجه التحديات في الغربة غير عن الدراسة، يعني مثل ما يقولون. كيف تأثر مرحلة الدراسة تحسين شريفة؟ صراحة شفت كيف الحياة بصراحة. دائما أقول اللي ما درس في الخارج ما شاف شيء، لأن يعني؟ غير الدراسة في الخارج غير النظام. شو علمت؟ والله علمتني أول شيء أن أعتمد على نفسي، ما أعتمد على حد، وأدور، ما يحتاج أتم أسأل، لازم يكون عندي هاي الذكاء العاطفي، الذكاء المجتمعي، وهي ما بتبني إلا لما تتغرب. على طاري الغرب والذكاء المجتمعي، أيضا لك مشاركات مجتمعية، أنت كان معروف عنك طالب مبادرة دوم أيام المدرسة والجامعة. بعد لما كبرت في الثانوية كنت أروح عند الكي جي، كنت في الروضة أروح لهم أقرأ لهم قصص، ألعب وياهم. يعني أنا أصلا دخلت في عرفت إن لما كنت في الكبر وشي كنت أحاول أعرف شو اللي أبغى أدخل، شو بسوي. كان طول عمري وأنا صغيرة أبغى أكون يعني أساعد، أنا هذا اللي أحب فيه، أبغى أحب أساعد، وتطوعت كثير حتى في الغربة في إيرلندا. سعادة تعطي السعادة شريفة؟ سعادة ومعنى الحياة. طبقي مبدأ أعطي السعادة تحصل على السعادة؟ بالضبط، هذا من أحد الأشياء. وأيضا يعني دائما اللي يقول لك مثلا الناس للناس، يعني اليوم إحنا يوم الأيام دائما أقول حق نفسي يوم الأيام كلنا بنختفي من هالدنيا، ما في شيء بيتم، لا إكسسوارات لا سيايرنا، شو اللي بيتم؟ الحسنة اللي تعطي للناس. شريف أنا أبغي أرد شوي لمرحلة الدراسة، تخرجتي من الثانوية، أبغي اللحظات هذيك منو أثر فيك أو شجعت ودعمش في الأهل؟ إيه طبعا الأهل يعني صدق دعموني. منو فيهم؟ أمي وأبوي أول شيء، يعني أنا يعني أنا الثاني في العائلة، إحنا خمسة في العائلة، أمي وأبوي كانوا الناس يعني أول بنت بتطلع من العائلة بتدرس في الغربة. طبعا أبوي ما قدر طبعا لأنه يشوف بنته بتتغرب ما يعرف بيستوي هناك. أمي بصراحة أعطتني الدعم المعنوي والدعم النفسي والمادي طبعا، والبلاد ما قصرت طبعا، البلاد هم اللي دعموني في المادة، ويعني أكدوا أني أنا يعني ساكنة في سكن محترم وأمان، ويدفعون الجامعة ويدفعون كل شيء. الحمد لله، يعني أنا كنت وايد يعني أشكر ربنا وأشكر الدولة على ثقتهم فيني. القرار هذا وين جاك؟ أنا بصراحة من صغري كنت أبغى أدخل في مجال المساعدة ومجال يعني ممكن أفيد الناس. شريفة خلصنا من الثانوية الحمد لله، إيش البعثة؟ اختاروا إيرلندا، توجهتي تدرسين طب. إيه بالضبط. وصلتي تدرسين طب، غيرتي رأيك. بين القصة. صحيح. طبعًا دائمًا أقول مش غلط لما أنت تبغى تدخل في شيء وبعدين تغير مسيرك، بالعكس هذا مو معناته فشل، هذا معناته أنت عرفت شو اللي تبغاه. تعديل مسار. بالضبط. ففي كثير من الأهالي أصلًا طبعًا بداية دخلوني قبل الطب يسمونها البريمد، فمنها كنت أرد البلاد أتطوع، وأتطوع في وين؟ في المراكز التطوعية، المراكز التطوعية في البلاد، المراكز لأصحاب الهمم، الأطفال، كنت أتطوع في وايد أماكن. ومنها أنا كان عندي يعني بليف أن التطوع أصلاً مهم جداً في مسارك عشان تعرف شو تبغى، فكنت أنا أؤمن في هالشيء، فكنت أدخل في المجالات الطب، كنت أشتغل في مستشفيات مختلفة
كترانسليتر، كنت بس اني اترجم للاهالي مع الاطباء الاجانب، وكنت يعني اشرح لهم، وكنت في قسم الاطفال. طبعا كنت اعرف اني اموت على قسم الاطفال، وكنت احب اتعامل مع الاطفال. دائما عند الاطفال انت دوم، هذا كان عندي شيء منحت القرب منهم. سبحان الله، ما ادري حبي لي في قلبي، سبحان الله يعني. فقلت خلاص انا ابى ادخل في شيء مجال الاطفال، ومنها مساعده بالطب. ما كنت اعرف شيء ثاني، ما كنت اعرف شو علم النفس، ما كنت اعرف ولا شيء عن اصحاب الهمم، بس كنت ابى ادخل طب النفس. ومنها في التطوع اكتشفت عن التوحد، واحده من العوائل بعد تكلمت عن التخصصات المختلفه.